السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل واحدة من أبرز الأشياء وأهم التحديات اللي تواجه الحكومة خلال الفترة القادمة هي قضية المسرحين عن العمل. المشكلة مشكلة كبيرة جدا، يعني لو مهما أنا تكلمت وشرحت وقلت في هذا الموضوع ما راح أوصل هذه المعاناة إلى الناس، ولو مهما أيضا أنت قرأت عن هذا الموضوع فما راح تشعر بهذه المعاناة إلا إذا كنت مسرح أو كان واحد من أفراد عائلتك مسرح من العمل. كلنا نتفق على أن الحمد لله رب العالمين في الكثير من المؤشرات الإيجابية اللي قاعدين نجني ثمارها حاليا نتيجة العمل في السنوات الماضية، على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى موازنة الدولة وعلى مستوى المشاريع اللي موجودة حاليا وغيرها من الأشياء، لكن أيضا في العديد من التحديات اللي تواجهنا في المرحلة القادمة، واحدة منها قضية المسرحين. اليوم للأسف الشديد ونتكلم على مستوى شركات كبيرة، احنا ليش نعطيهم عذر لتسريح المواطن او لتسريح الموظف؟ شركة موجودة، لا تقول عقود مؤقتة، للأسف في شركات موجودة وشغلها موجود وزالت راح تستمر لسنوات وسنوات قادمة، وتتم استبدال الموظف بموظف آخر من جنسيات أخرى. هذه المشكلة. الحين احنا ما لاقين عذر للشركة، ليش قاعدة تسرح المواطن؟ ليش قاعدة تسرح موظفينها؟ شركات كبيرة كبيرة، شركات كبيرة ولها وجودها وحضورها في السوق ومكانتها، هي تتجه لهذا الاتجاه لأن احنا عطيناهم عذر. مو مشكلة أن تسرح المواطن لأن في أمان وظيفي، ويريت الأمان الوظيفي يوفي. لا، هو ما هو إلا جزء بسيط، يعني حتى ما يحل المشكلة، بالعكس هذا يفاقم الوضع ويفاقم المشكلة. ليش؟ لأن هذا الموظف يعمل على 1000 و1200 و1500 و3000، ترى في موظفين على 2000 رواتبهم و1800، ولا تقول أنه عايش في ترى في الحياة، لا، لأن هذه حاليا لازم نحط في عين الاعتبار أنها يدوب توفي احتياجات الحياة. تخيل أنا عايش على 1000 ريال في الشهر، أوفي التزاماتي، وترى أقل شيء أنت تحتاجه فاتورة كهرب، فاتورة ماي، وفاتورة نت، وراشن البيت. والله العظيم يا جماعة الخير، أن أمس أنا عيالي رايحين يشتروا راشن البيت، يعني جاني إشعار 240 ريال، 240 ريال راشن، لا وما راح يكفي لها نهاية الشهر، ما راح يكفي لنهاية الشهر. ضيف عليها فاتورة الكهرباء 50، فاتورة الماي 30، فاتورة الانترنت 30، قسط السيارة، قسط البنك، هذه كلها في حدود 400 ريال. طيب تخيل أنا موظف كنت أستلم 1000 ريال، هذه التزاماتي 400، عايش على 600، توفي وتكفي وأروح وأرجع والحمد لله رب العالمين. فجأة ما بين يوم وليلة ودون سابق انذار وشيء مالي ذنب فيه، بالعكس انا قاعد اشتغل واجتهد ووضعي زين، في فجأة الاقي نفسي استلم 300 ريال. كيف 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 ممكن اعيش؟ كيف ممكن اتقبل هذه الصدمة؟ كيف ممكن يكون وضعي في البيت مع عيالي؟ احنا مقبلين ايضا على مدارس وغيرها من الالتزامات الجايه، اللي انا اتكلم لك على اقل شيء انت التزاماتك الشهريه، اقل شيء اذا انت انسان جدا جدا بسيط، 400 ريال ما تكفيك، 500 ريال ما تكفي، فما بالك توصل الى 300 ريال، ما بالك يتم تقليلها بعد فتره الى ما هو اقل من ذلك. المسرح ما يحتاج الى امان وظيفي، يحتاج الى وظيفه بديله، جيب له وظيفة. ولا تقول لي يعني لا يمكن أن يجيني مهندس متخرج من بريطانيا، ولا تقول لي يعني للأسف الشديد المشكلة الأكبر اللي صايرة جيني مهندس متخرج على أعلى مستوى عنده أكبر الشهادات يتم تسريحه من العمل، بعدين يتم الاتصال فيه تعال والله لقينا لك وظيفة سائق. هل يعقل؟ هذا الأمر لا يعقل، غير معقول، غير مقبول أساساً. كيف أنت تتجرأ تتصل في مهندس وتعرض عليه وظيفة أنه يشتغل سائق، وفي وظائف أخص عن السائق؟ ليش؟
هذا ما هذا درس وتعب وتعلم عشان يخدم البلد ويساهم في عملية البناء ويقدم شيء. أنا يجي أكافأ بهذه الطريقة؟ يعني إحنا مهما أنا أقول لك في البداية لو مهما تكلمنا ما راح نوصل إلى المعاناة اللي يعيشها المسرح من العمل للأسف الشديد، ولا راح نقدر نوصلها للمسؤولين. ما يعني والله خلال الأيام القليلة الماضية ما تعرف كم الرسائل اللي توصل للعديد من الناس اللي تم تسريحهم من العمل. احنا مو جهات خاصة ولا جهة حكومية ولا جهة تتقبل الآراء، لكن احنا لسنا إلا مجرد صوت نتمنى انه يوصل للمسؤول. وهذا أمر بالنسبة لي حقيقة يعني غير طيب لما المواطن يتجه إلى مواطن آخر عشان يوصل صوته للحكومة، هذا أمر غير طيب. يجب أن يصل الصوت مباشرة من المواطن إلى الحكومة، لازم تكون في جهات معنية مختصة في هذا الجانب. يمكن احنا نرفض أحيانا الحديث عن وايد أمور، لكن أتساءل ما بيني وبين ليش يخلي المواطن يلجأ إلى مواطن آخر عشان يوصل صوته؟ ليش ما يوصل صوته بشكل مباشر إلى المسؤول؟ ليش معاناته يجب أن تمر بعدة قنوات حتى يتم علاجها؟ ليش الوضع لازم يخرج في السوشيال ميديا ويتكلم عنه الكل عشان يتم اتخاذ إجراء فيه؟ وايد أمور وايد تحديات مقبلة والله يعين الجميع عليها، وايد شغلات جميلة وحلوة قاعد تصير، وشكرا لكل مسؤول قاعد يقدم ما يمكن أن يقدم لخدمة هذا البلد. لكن قضية المسرحين عن العمل قضية خطيرة جدا، وواحدة من أكبر التحديات اللي تواجه المسؤولين والحكومة خلال الفترة القادمة. نتمنى أن لا نشاهد أمثلة أخرى في الأيام القادمة، ونتمنى إن شاء الله أن احنا نقف ونلاقي الحل المناسب لهذه القضية. الله يحفظكم إن شاء الله. تحياتي.